السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وألف خير. معكم أم أحمد من مطبخي، مطبخ البيت المعمور. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض القرنبيط بالصلصة، أحلى قرنبيط بالصلصة بأمر الله. دلوقتي يا حبايبي دي الطاسة اللي هنعمل فيها، هنولع عليها وهنحط مكعبين زبدة يا حبايبي، هنسيبهم يفكوا من بعضهم كده. دلوقتي مكعبين الزبدة فكوا يا حبايبي من بعضهم، هنحط بصلتين صغيرين مخروطين بالسكينة، هنقلبهم كده يا حبايبي، هنقلبهم لحد ما البصلة تدبل ونشوف هنعمل ايه. دلوقتي يا حبايبي البصلة دبلت، هنحط راس توم متوسطة مبشورة، نقلب التوم مع البصل كده، هنسيب البصل والثوم يا حبايبي ياخدوا لون جميل ذهبي كده ونشوف هنعمل. ونبدأ دلوقتي يا حبايبي البصل والثوم خد لون مع بعض اهو، هنحط فلفلايه الوان مع فلفلايه بلدي حمرا حار، لو ما بتحبوش الحار ما تحطوش، فلفلايه الوان خضراء وجميله. هنقلب الفلفل مع البصل مع الثوم كده دقيقتين كده ونشوف هنعمل. دلوقتي يا حبايبي الفلفل دبل مع البصل والثوم اهو، هنحط القرنبيط. القرنبيط اهو يا حبايبي نايم، مش ما بيتسلقش، ده مقطعه بالشكل ده يا حبايبي. هنحطه على الفلفل مع الثوم مع البصل، هنقلبه ببعض كده. يا حبايبي هنحط على القرنبيط معلقتين كاتشب يا حبايبي، نقلبهم مع بعض كده، هنشوح القرنبيط مع المكونات يا حبايبي. دلوقتي يا حبايبي شوحنا القرنبيط مع الخضرة اهو دقيقتين، نشوحه دقيقتين في الفلفل والبصل والثوم والمكونات مع بعضها كده. هنحط التوابل، مكعب مالي، معلقة فلفل اسمر، معلقة بهارات مشكلة، معلقة بابريكا، معلقة كزبرة ناشفة، معلقة كمون. كل المكونات دي يا حبايبي بمعلقة صغيرة هنحطها على القرنبيط، هنقلبه كده مع بعضه، نقلب المكونات في القرنبيط كده. ريحة المكونات مع القرنبيط ايه يا حبايبي؟ توابل روعة يا حبايبي. هنحط القوطة، ده نص كيلو قوطة يا حبايبي مفروم في الخلاط، هنحطه على القرنبيط، هنقلبه كده، هنقلب كل حاجة مع بعضها كده. هنسيب الطماطم تتسبك مع القرنبيط يا حبايبي، ومش هنحط ميه دلوقتي. دلوقتي يا حبايبي القوطه اتسبكت في القرنبيط خلاص اهي، هنحط عليها مج ميه، مج زيادة يا حبايبي كده، نقلب القرنبيط. دلوقتي يا حبايبي هنحط معلقه ملح زيادين، عشان حطينا مكعب مجي في الاول وبعدين حطينا معلقه ملح دلوقتي عشان يظبط معانا الحوض، لان المكعب الماجي مش هيظبط الحوض معانا. هنسيبه يكمل نص سوا وارجع لكم. استوى نص سوا اهو، هنطفي عليه. دلوقتي يا حبايبي هنفضي القرنبيط في البايركس اهو، ونحطه في الفرن. بسم الله. هنحطه في الفرن يا حبايبي على الشبكة على درجة حرارة 225. ودي القرنبيط يا حبايبي بعد ما خرج من الفرن اهو، جربوه بالطريقة دي بأمر الله هيعجبكم جدا. ولو عجبكم الفيديو يا حبايبي ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير واشتراك للقناة، وبدعواتكم يا حبايب قلب، حبكم في الله، ألف هنا وشفا.
شير في الخير يا حبايبي.